بسم الله الرحمن الرحيم. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. حديث التوبة. ندم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. حديث التوبة. حقيقة. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. حديث التوبة. إنابة. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى مكان المشي من أقدامها وخطيطها في مشيها المستعجل. اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. حديث التوبة. تذلل. يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه. حديث التوبة. تذكر. ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ومن عفر التراب فواسدوه، وشقوا عنه أكفنا رقاقا، وفي اللمس البعيد فغيبوه. حديث التوبة. دمعة. يا فارج الكرب الضيق الحوالي، عمر لعبدك بالفرج وتعجيله، وجلال أمور المعضلة والجلال، عن كل عبد مسلم يندعي له، وجلال أمور المعضلة والجلال، عن كل عبد مسلم يندعي له. صلاة ربي عد رمل السهلي. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع ببريدة تقدم. حديث التوبة. للشيخ عبد العزيز الأحمد. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه، مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهادي من توجه إليه واستهداه، ومحقق رجاء من صدق في معاملته ورجاه، من أقبل إليه صادقا تلقاه، ومن ترك لأجله أعطاه فوق ما تمناه، ومن لاذ بحماه حماه، ومن توكل عليه كفاه. أحمده حمدا يملأ أرضه وسماه، وأشكره على جزيل فضله وسوابغ نعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبع هداه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو المسيء المجرم.
ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. عباد الله، كلنا ذو ذنوب وأخطاء، فمن منا لم يعص الله تعالى بأنواع شتى من الذنوب والخطايا، ومن منا لم يسرف على نفسه بالمعاصي والرزايا. إنه باب كلنا ولجناه، وخضم جميعنا خضناه، وكأس كلنا تجرعناه، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيها المذنبون وكلنا كذلك، وأيا أيها العصاة ونحن من أولئك، لا تنظروا إلى صغر الخطايا، ولكن انظروا إلى عظمة من عصيتم. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أين المفر من وحشة الذنوب؟ وأين المهرب من عواقب الخطايا؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أيها العاصي، تذكر تذكر قبل أن ترتكب ذنبا، وإذا وقعت في الإثم تذكر، وإذا تبت إلى الله تذكر بنعمة الله عليك، وتذكر نعمة الله عليك. تذكر أولا وقبل كل شيء مراقبة الله لك، تذكر أن الله يراك، فهو العليم الخبير، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى مكان المشي من أقدامها وخطيطها في مشيها المستعجل. اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. تذكر أن الله تعالى نجيك في سريرتك، ورقيبك في علانيتك، فلا تكن وليا في العلانية عدوا لله في السر، فهو بكل شيء محيط. تتوارى بجدران البيوت عن الورى، وأنت بعين الله لو كنت تنظر، وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها، ولم تخشى عين الله والله ينظر. راود رجل امرأة في ظلمة الليل، حيث لا يراهم إلا من خلقهم وسواهم، ونسي أن من يمشي في النهار كمن يسري في الليل عند الله، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فقال لها من بعد ما تمنعت منه خشية لله: من يرانا إلا هذا الكوكب؟ فقالت له في يقظة وإيمان: فأين مكوكبها؟ أين الله؟ تذكر أن الله يراك، فاحذر كل الحذر أن تجعله أهون الناظرين إليك، وأحقر المطلعين عليك. تذكر عظمة الله تعالى، من أنت أيها المسكين حتى تعصي رب الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين ورب العالمين؟ من أنت أيها الضعيف حتى تعصي القوي؟ ولا أقوى من خالق، ولا ضعيف أضعف من مخلوق، ولا مهرب من الله إلا إليه. تذكر عظمة العظيم سبحانه وبحمده قبل الوقوع في المعصية. من تذكر عظمة العظيم سبحانه وبحمده قبل الوقوع في المعصية انفطر قلبه وانصدع،
وذاب خشية لله وانخلع. تذكر أنك تعصي من ملأت كل شيء عظمته وقهر كل شيء ملكه وأحاطت بكل شيء قدرته وأحصى كل شيء علمه. من بيده مقاليد الأمور وأمره بين الكاف والنون. قال الفضيل: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا. تذكر نعم الله عليك، فهو الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك من عدم وشفاك من سقم، وأسبغ عليك وافر النعم، أطعمك من جوع وكساك من عري وآواك من ظمأ. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف يا عبد الله تبدل نعمة الله كفرا، وفضله وجوده عليك جحودا ونكرا. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. إذا حدثتك نفسك بالمعصية وهمت بالخطيئة، فقل لها: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أيها العاصي، تذكر يوم تشهد عليك الشهود وتفضحك فيه الجلود، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، فأين يكون حينئذ مهربك، وما هو المنجى لك، وإلى أين يكون الملتجأ والشهود منك والشهادة عليك، الشهود منك والشهادة عليك. تذكر أيها العاصي أن كل صغير وكبير مستقر، سترى كل ما عملت في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. تذكر أيها العاصي كتابا يبسط وينشر بين يديك، وكل ما فيه لك أو عليك، فاعمل وقل ما يرضيك أن تراه يوم أن تلقى الله في ذلك اليوم الذي توضع فيه الموازين وتنشر فيه الدواوين. فآخذ كتابه بالشمال وآخذ كتابه باليمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. أيها العاصي، تذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، وكفى بالموت واعظا، فإن الموت هو الخطب الأفضع والأمر الأشنع، والكأس التي طعمها أكره وأبشع، وإنه الحادث الأهدم للذات، والأقطع للراحات، والأجلب للكريهات. فإن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر العظيم والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم. وتمثل قول الشاعر: كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني،
وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر الطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل علق بلا رفق ولا هواني واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى كفني وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل ياتني يغسلني وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأنزلوني على الألواح منفردا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأنزلوني على الألواح منفردا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كموم لها وصار زادي حنوطا حين حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني وألبسوني ثيابا لا كموم لها وصار زادي حنوطا حين حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلاحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف الابن من فوقي وفارقني وقال هل عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وأودعوني ولجوا في سؤالهم ما لي سواك إله من يخلصني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم من منكر ونكير ما أقول لهم إذ هالني منهما مكان أفزعني فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد من صرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الزاد والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني إخواني
جدير بمن الموت مصرعه والتراب مرجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده لا يكون له فكر إلا في الموت ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأجله ولا تدبير إلا فيه ولا تطلع إلا إليه ولا تعريج إلا عليه ولا اهتمام إلا به ولا انتظار ولا انتظار ولا تربص إلا له وحقيق أن يعد نفسه من الموتى ويراها في أصحاب القبور فإن كل ما هو آت قريب قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة العجب أنا لا نعتبر فما بالنا لا نتعظ بموت محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين نظن أننا مخلدون هيهات هيهات هذا الحبيب حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت جعل يدخل يديه في ركوة ماء ويمسح بها وجهه الشريف ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يده ورفعها فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده ولما رأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يغشاه قالت وكربابته فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم ولما حضرت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الوفاة قال أقعدوني فأقعد فجعل يسبح الله تعالى ويذكره ثم بكى كثيرا قيل له تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاط ألا كان هذا وغض الشباب نضر الريان وبكى حتى على بكاؤه وقال يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي اللهم أقر العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك ولما حضرت المأمون الوفاة أمر بحل ما على دابته ففرش له فاضطجع عليه وهو في سكرات الموت ووضع الرماد على رأسه وجعل يقول يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة بكى وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سكرات الموت أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار ثم قال مرحبا بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على فاقه اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا
ولكن لطول ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ولما حضرت أبا الدرداء الوفاة جعل يجود بنفسه ويقول ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه. ثم قبض رضي الله عنه. أيها الحبيب تذكر أن لخروج الروح آلاما وشدائد فهي تنزع من الجسد وتجذب معها العروق والأعصاب. ألم تر أن الميت ينقطع صوته وصياحه من شدة الألم؟ إنه مشهد مؤثر وموقف لن يتكرر. إنها والله ساعة مهولة ذات كرب شديد وما بعدها إلا وعد أو وعيد. لو تفكرت في حلولها وأنت في نعيم وهناء لتكدرت حياتك ولهانت الدنيا عندك وصغر عظيمها في عينيك ولتبدل فرحك حزنا وسعادتك كدرا. كيف لا وأنت تفارق المال والولد والأحباب والأصحاب إلى دار الجزاء والحساب؟ أهوال تهون عندها أهوال حتى تنتهي في رحلة طويلة شاقة. أهوال تهون عندها أهوال حتى تنتهي في رحلة طويلة شاقة إلى أحد الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. أيها العاصي تذكر القبر ووحشته، تذكر القبر وظلمته، تذكر القبر ووحدته، تذكر القبر وضمته. ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ومن عفر التراب فواسدوه، وشقوا عنه أكفانا رقاقا، وفي اللمس البعيد فغيبوه. فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه، وقد سالت نواظر مقلتيه على وجناته وانفض فوه. فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه، وقد سالت نواظر مقلتيه على وجناته وانفض فوه. وناداه البلا هذا فلان، هلموا فانظروا هل تعرفوه؟ حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهد فنسيتموه. أيها العاصي كما آن لك بعد كل هذا أن يخشع قلبك لذكر الله وأن تستجيب لنداء الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إخواني، طريق الوصول إلى الجنة وأنهارها طريق محفوف بالمكاره، وهو عقبة كؤود ومرتقى صعب لا يتجاوزه إلا كل مخف من الذنوب والسيئات.
فالجنة سلعة الله الغالية، ومهرها الإيمان الصادق والعمل الصالح والخوف من كل زلل والرجاء مع إحسان العمل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والمجاهدة في غير ملل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وجنبنا الخطايا والذنوب والموبقات، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي الكريم، فإن النفوس بعد هذا الحديث الإيماني تقترب من ذي الجلال والإكرام وتبتعد عن أسباب الذنوب والآثام. وها نحن ننقل إليك صورة استجابة شاعر لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب وإياب في هذه الدنيا. وكل هذه القصيدة توبة وندم وإقبال وبكاء وابتهال ودعاء، وقد عنونت بالتوبة. فإلى القصيدة. يا الله يا والي على كل والي، يا خير من يدعى الكشف الجليل، المالك المعبود محصر لمالي، الكون والدنيا وما بافه له، ما كان له أول ما كان تالي، ملكه دبر به على ما يبيله، يقضي ويمضي قادر ما يبالي، والخلق ما تفعل بل أمره فعيله. يا الله يا والي على كل والي، يا خير من يدعى الكشف الجليل، المالك المعبود محصر لمالي، الكون والدنيا وما بافه له، ما كان له أول ما كان تالي، ملكه دبر به على ما يبيله، يقضي ويمضي قادر ما يبالي، والخلق ما تفعل بل أمره فعيله، ما له شريك جلي فوق متعالي، علمه حاط بدقها والجليله، أشهد فلا غيره إله نلالي، رب سواه أخشاه وارجي النيله، يا واحد فوق السماوات عالي، من سطوتك للخلايق دليله، يا فارج الشد الضيق الحوالي، افرج لعبدك يا منجي خليله، انظر بعينك يا إلهي الحالي، فرد غريب والمصاغي قليله، وحيد مالي غير ظلك ظلالي، دليل مالي غير عزك وسيله، يا راحم ارحم شيبتي وانخذالي، يا قادر اجبر عثرتي والفشيله، والطرف ناظر يا مجيب السؤالي، لا تواخذا فيما مضى من فعيله، الاخوان لا عمال لا من خوالي، لا من صديق بل وزاين شكيله، لو كان ما
يجلس والله جالي ما شفت عبد هرجت اللي جميله اتقطعت وذم العرى والمداني من جملة الخلان والمستخيلة قضيت من المخلوق محد بقالي إلا أنت اللي ما يخلي عميلة عدوني كل الناس شرق وشمالي ولا بقى غيرك دعني التجيلة شافوني مدلول وحيد وخالي لالي من الفزعات مومي شليلة وانا بعون الله امتاني نحبالي متجود بحبال من شال مخيلة لو كان كل اللي صديقين موالي اخوال واقرب ولحد قبيلة انا لي اللي سافنه ما يسالي جزد العطا من الجسوم العليلة الى دعوا حيانهم فالزبالي رفعت طرفي له وقمت اشتكي له ولا تنادوا بينهم لان والي ناديت باسمك يا منشي المخيلة من لاذبك مصارب الضيق تالي يصير الاول لو عظامه هزيلة انا دخيلك يا عزيز الجلالي انا دخيلك يا عزيز الجلالي حاشا كرم جودك ضيع عميله قريت من غيرك بحالي يمالي زبان تنابح ماك من كل ميله من شر خلقك نايد بك ومالي غيرك ملالي شامخ ينعنيله يا ربي مالي غير جدواك والي وان كان خليت الفلاني عقيله يا عالم بالمخطيه والعدالي تشوفي مالي غير عدلك وسيله يا عالم بالمخطيه والعدالي تشوفي مالي غير عدلك وسيله فلا تواخذني بماضي افعالي يا ساتر العورات مطفي الجميله يا ساتر العورات مطفي الجميله لو كان ذنبي راجح بالجبال عفوك عظيم ليس ذنبي عديله اطلبك تقبل توبتي عن خمالي واطلبك عني كل كرب تزيله واطلبك تغفر لي وتصلح عملي يمزبن الخايف لا باد حيله مولاي لا ملجا ولا ملتجا لي الا انت اللي ما يضيع نزيله مولاي لا ملجا ولا ملتجا لي الا انت اللي ما يضيع نزيله يا فزعة المضيوم من شال خيالي يا فارج الشدات لو هي ثقيلة متروكي مالي من يرد المقالي لحد يبي قولي ولحد يشيله ولا أحد غيرك عليه اتكالي إلا أنت يا من جدري كدبيلة نادمت تنظرني وتسمع مقالي ما خاب عبد يدري إنك وكيله يا سامع بل الحسن نمالي وصوتي يونس بل بحور الطويلة يا سامع بل الحسن نمالي وصوتي يونس بل بحور الطويلة دعاه ضرب الموج مثل الجبال دعاه ضرب الموج مثل الجبال فوقه يجيب الدعوة ويتهليله فوقه يجيب الدعوة ويتهليله ينصرف الأيام هي والليالي في قولك يجرى القلم بيت عديله أدعوك باسمك العظام الجزالي أدعوك باسمك العظام الجزالي وبحق ما خصيت لك من فضيلة وبحق عظمة قدرتك والجلالي وبحق
بحق نورك والخصال الجميلة تزيل كربة علينا إثكالي تزيل كربة علينا إثكالي تغاط لست ما لسي والله دليلة تغاط لست ما لسي والله دليلة أمن على قلب يجول اجتواني يمسكن الروعات سكن جفيله اسرع علينا يا قريب النوالي لا تجعل الشد علينا طويلة يا فارج الكرب بضيق الحوالي أمر لعبدك بالفرج وتعجيلة يا فارج الكرب بضيق الحوالي أمر لعبدك بالفرج وتعجيلة وجلال أمور المعضلة والجلالي عن كل عبد مسلم يندعي له وجلال أمور المعضلة والجلالي عن كل عبد مسلم يندعي له صلاة ربي عد رمل السهالي على نبي وضح الله دليله صفات قريش اللي مشاب العدالي نبينا المعصوم عن كل ميله صفات قريش اللي مشاب العدالي نبينا المعصوم عن كل ميله تم تفرجها عزيز الجلالي فرحت بالطارش وقمت ادعي له صلاة ربي عد رمل السهالي على نبي وضح الله دليله صفوات قريش اللي مشى بالعدالي صفوات قريش اللي مشى بالعدالي نبينا المعصوم عن كل ميله تم تفرجها عزيز الجلالي تم تفرجها عزيز الجلالي فرحت بالطارش وقمت ادعي له صلاة ربي عد رمل السهالي على نبي وضح الله دليله صفات قريش اللي مشى بالعدالي نبينا المعصوم عن كل ميله تم تفرجها عزيز الجلالي فرحت بالطارش وقمت ادعي له تم تفرجها عزيز الجلالي فرحت بالطارش هذا ابتهال الشاعر وهذا الذي يرجو الإجابة اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بعزتك نحن الأذلاء بغناك نحن الفقراء بقوتك نحن الأذلاء إلهنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام نحن الفقراء إليك الأسراء بين يديك لمعروفك تعرضنا ولبابك قرعنا ومن فضلك سألنا فارحم اللهم خضوعنا فارحم اللهم خضوعنا فارحم اللهم خضوعنا فارحم اللهم خضوعنا واجبر كسر قلوبنا ونفس اللهم كروبنا وفرج اللهم همومنا واختم بالصالحات أعمالنا وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع ببريدة هاتف رقم 06-38-12-233 فاكس رقم 06-38-19-779 صندوق بريد 5-6-4-6
الإخراج الصوتي والهندسة الصوتية مهندس الصوت طارق جابر. حقوق النسخ محفوظة، ونحذر من نسخ هذا الشريط. وأخيرا أخي المستمع الكريم، كم يسعدنا ويشرفنا نقدك الهادف البناء، ومشاركتك الإيجابية، واقتراحاتك النافعة المفيدة على صندوق بريد المؤسسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.